أبرم أحد المتعاملين الاقتصاديين بولاية البويرة عقد شراكة مع مخابر البياري الألمانية المتخصصة في الزراعة، وهي الاتفاقية التي من شأنها تحسين المردود الفلاحي عبر مختلف ولايات الوطن وتطوير الزراعة، خاصة ما تعلق بشعبتي الحبوب والبقول الجافة. الهدف الأساسي من تنظيم هذا اللقاء هو تبادل الخبرات ما بين المتعامل المخابر الباير الألمانية والمتعامل الاقتصادي الجزائري وتكوين المكونين. اليوم كانت لنا الفرصة حتى نكون كل إطارات ومهندسي المتعامل الاقتصادي أجريشام الذين جاءوا من كل ربوع الوطن وخاصة المناطق التي لديها إمكانيات بارزة في زراعة الحبوب، من أجل أيضا تكوين مخطط عمل للموسم الفلاحي 2017-2018. وهذا مخطط العمل الذي سنقوم به بالتنسيق الكامل مع مختلف الشركاء من وزارة الفلاحة ممثلة في مديرية المصالح الفلاحية، الغرفة الفلاحية، مختلف المعاهد المختصة، وأيضا الاتحاد الوطني للمهندسين الزراعيين. مع 30 يترسل يوكل لي دي انجينيور يوكل لي دي تكنيسيان، يعني نسع الخبرة ذاكني ثراق لنا نخدم لا فورماسيون سادير القراية إيوا ورشة قلنا باش كدي ثنيا هذا وين مسلايا قلنا إي فلاحا باش كدي أسفه من فلاحا باش كدي أمكان خدمني دوايا قلنا أمكان تستخدمن. اتفاق الشراكة الذي تم توقيعه من طرف أحد المتعاملين الاقتصاديين مع الشريك الألماني الذي يعتبر الرائد عالميا في إنتاج المبيدات الزراعية، يهدف إلى تحسين المردود الفلاحي وتحقيق نتائج إيجابية في مختلف المحاصيل الزراعية. لقائنا اليوم يدخل في إطار برنامج المرافقة اللي تبنى شركة باير الألمانية مخابر باير مع الشريك الأساسي تاع اللي هو شركة أجريشام اللي مختص في 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 الأدوية والعتاد الفلاحي، اللي هو ينطبق مع السياسة نتاع بلادنا في مجال مرافقة الفلاحين باش يكون عندهم أداء أحسن في الميدان ويكون عندنا إن شاء الله إنتاج في مجال الحبوب. كنت نشغل على في واحد الورشة باش نقوموا يعني بتقديم نشاطات جديدة ويكونوا يعني نوعية النشاط تاني تكون مفيدة للفلاح وتكون سهلة للفهم. اللقاء عرف أيضا تنظيم أيام دراسية تكوينية لفائدة إطارات ومهندسي المتعامل الاقتصادي المستفيد من هذه الاتفاقية، وهي الورشات التي أشرف عليها إطارات ومختصين في القطاع الفلاحي.